كلنا نسمع عن التضخم ونتائجه، بس هل سألت نفسك أصلاً إيش هو التضخم؟ هل لاحظت أنك تنفق المزيد من المال لشراء مستلزماتك مؤخراً؟ أو ربما لاحظت أنك لم تعد قادراً على تحمل نفقات بعض الأشياء التي كنت تستطيع شرائها من قبل؟ سبب زيادة الأسعار اللي نلاحظها في الوقت الراهن هو ارتفاع معدلات التضخم. وفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من مارس 2021 إلى مارس 2022، ومعدل التضخم في مارس 2022 بلغ 9.2% مقارنة ب 3.7% أثناء الشهر ذاته العام قبل الماضي، ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة. بالمختصر المفيد، التضخم يشير إلى الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة، ويمكن أن يكون التضخم نتيجة لارتفاع الطلب لدى المستهلكين، لكنه يمكن أن يرتفع وينخفض أيضا بناء على التطورات التي لا علاقة لها بالظروف الاقتصادية مثل إنتاج النفط المحدود ومشاكل سلسلة التوريد. السؤال الأهم، كيف يمكن معالجة التضخم برأيكم؟ ادحفونا بإجاباتكم ورأياتكم في التعليقات أدنى، وشاركوا المحتوى مع من تحبون. صوما مقبولا وإفطارا شهيا.